طبعا يعني الحمد لله على النتيجه. الاداء بالنسبه لي مش مرضي، احسن حاجه بالنسبه للعيبه بالفتره اللي فاتت كلها اللي احنا اشتغلنا بيها. عارف الاجواء مختلفه عن دوري الممتاز به اللي كان السنه اللي فاتت، المجموعه اللي كانت الفرقه بتلعب فيها، لكن الفرقه موجود فيها مواهب كبيره جدا، لعيبه صغيره في السن يقدروا يبقوا نواه بعد كده للانديه الكبيره والمنتخب مصر، وده الشغل اللي بنشتغل بيه مع النادي دايما، اللي هو بيطلع مواهب وفي نفس الوقت بتقدر تنافس على الصعود، وده هدفنا برضو. لكن في الاخر احنا انا شايف النهارده كنا ممكن نبقى احسن من كده. الاداء انا مش راضي بنسبه 40 50% عن الاداء اصلا. ففي الاخر انت برضو عندك بعض الضغوط، اللعبه صغيره، السبوت الاعلامي اللي مره واحده، بدايه الدوري هو الماتش الوحيد النهارده، فالناس كلها شايفه، فدي ممكن تكون خدت من بعض اللعيبه شويه، لكن انا اقدر ان شاء الله الفتره الجايه نتلاشى الموضوع دوت، وباذن الله نقدر نحط رجلينا على الطريق الصح في تكملة مسيرتنا في دوري المحترفين، ونقدر نصعد للدوري الممتاز بإذن الله.